إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. قال: والذي قدر فهدى، قدر لكل مخلوق وظيفته، وهداه إلى هذه الوظيفة وما به صلاحه في حياته. والذي قدر فهدى، قدر لكل مخلوق وظيفته وأسباب معايشه في هذه الدنيا ثم هداه إليها. تأمل في المخلوقات، سبحان الله، الرضيع أول ما يخرج من بطن أمه، من هداه إلى أن يرضع من صدر أمه سبحانه جل وعلا؟ من هدى النحلة إلى أن تخرج من خليتها عشرات الكيلومترات كما يقولون، تذهب إلى الأزهار وتأخذ رحيق الأزهار ثم ترجع إلى خليتها دون أن تضيع الخلية؟ من هداها؟ من هدى النحلة إلى أن تبني خليتها على هذا الشكل السداسي الذي تنعدم فيه الفراغات، سداسيات متساوية متناسقة بلا آلات ولا فرجار ولا شيء؟ ومن هدى مجتمع النحل إلى هذه الوظائف المتعددة؟ هناك ملكة، هناك خادمات للملكة، هناك مربيات للصغار، هناك من يحضرنا الماء للخلية، هناك من يحرسنا الخلية، يعرفنا النحلة الغريبة من النحلة القريبة، هناك من يدفئنا الخلية شتاء ويبردنها صيفا، هناك مستكشفات للأزهار، وهكذا سبحان الله. من هدى النملة إذا نزل المطر وتبلل بيتها تخرج طعامها إلى الشمس حتى يجف؟ من هداها إلى أن تفلق حبة القمح إلى فلقتين حتى لا تنبت؟ أما حبة الكزبرة يقولون ذوات الفلقتين، إذا فلقت مرة ممكن أن تنبت مرة أخرى فتفلقها ثم تفلق الفلقة مرة أخرى. من هداها لهذا؟ من هدى الطيور التي تهاجر من شمال الأرض إلى جنوبها آلاف الكيلومترات وما تضيع هدفها ثم بعد ذلك ترجع إلى أوطانها سبحانه جل وعلا؟ ذلك الرازي رحمه الله يقول في تفسيره هذه الجملة، يحتاج إلى تفسيرها مجلدات، ثم قال: بل الكون كله شرح لهذه الآية. الكون كله شرح لهذه الآية: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين.